والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أخوات والإخوة أعضاء المكتب الوطني لرابطة المهندسين الاستقلاليين، الأخ رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الأخوات والإخوة الحاضرين، الإخوة ضيوف رابطة المهندسين الاستقلاليين الأعزاء. في البداية أنا أردت أن أؤكد سعادتي وأنا أستمع إلى التقرير الأدبي الذي قدمه إلينا جميعا الأخ حسن الشرقاوي رئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين. لابد كذلك أن أؤكد على أهمية هذا اللقاء. هذا اللقاء الذي يجمع نخبة من أطر هذا البلد من كل بقاع المملكة، بحيث كل الأقاليم ممثلة في هذا الجمع العام الذي في البداية أتمنى أن نخرج بتوصيات هامة لصالح الطبقة الوسطى بصفة عامة ولصالح المهندس بصفة خاصة، كما أؤكد على الخروج بقرارات إن شاء الله للعمل داخل توالب حزب الاستقلال، إن على المستوى المحلي أو الجهوي أو على المستوى الوطني. حقيقة أن بعد المؤتمر 16 لحزب الاستقلال، وحزب الاستقلال كما تعلمون هو أعرق حزب تأسس، والمغرب يعيش مرحلة خطيرة هي مرحلة الحماية. حزب الاستقلال كذلك تأسس على يد علماء من جامعة القرويين. حزب الاستقلال كذلك انخرط فيه منذ البداية الشعب المغربي بكل فئاته، لأن تنوعنا الثقافي وتجمعنا كذلك عن طريق التنوع الثقافي الذي نعتبره قوتنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن نحن هنا في ظل حزب الاستقلال كرابطة للمهندسين التي نعتبرها من ضمن الروابط الأساسية داخل حزب الاستقلال. مؤتمرنا كان مؤتمر تميز، كان مؤتمرا عشنا داخل الديمقراطية الداخلية الحقيقية، لأننا عشنا شهور أولا قبل المؤتمر كانت مناسبة للتواصل مع كل أطر استقلالية ومن خلالها مع الشعب المغربي وكذلك مع العالم الخارجي، بحيث عشنا حوالي 9 أشهر في حملة انتخابية نظيفة كان الهدف منها هو تقوية الدور السياسي في المغرب من خلال دور حزب الاستقلال الذي لعبه لمدة 80 سنة في حياته. ولهذا هذا المؤتمر الذي كان كما قلت وأؤكد مؤتمرا تابعه كل المغاربة عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق اللقاءات الجهوية والإقليمية وكذلك مع كل فئات الشعب المغربي. هذا المؤتمر كان الهدف من طرف مجموعة من الأطر الحزبية نساء ورجال شيبا وشبابا والخروج بحزب قوي منسجم متضامن، كل فئة فيه تلعب دورها الأساسي. لماذا؟ لأن العالم وخصوصا العالم العربي يعيش مرحلة دقيقة منذ ما يصطلح عليه بالربيع العربي الذي بدأ من تونس ثم انتشر إلى مصر وليبيا وسوريا واليمن وباقي الدول العربية. بلدنا كان نموذجا أولا نظرا للتعددية السياسية والنقابية التي كانت دائما تلعب دورا أساسيا في الحياة السياسية في المغرب، وكذلك عن طريق مجتمع مدني متحرك، وكل هذا ينتمي إلى الحركة الوطنية التي لعبت دورا أساسيا في تحرير الوطن، ولا زلنا كاستقلاليين ندافع من أجل استكمال هذه الوحدة، وخصوصا تندوف وكولومب الشار والقناتسة المستعمرة من طرف المخابرات العسكرية الجزائرية وسلتا والليبيا والجزر الجعفرية التي لا زالت من القلاع المستعمرة على مستوى العالم ومن أقدمها.
كذلك الحركة الوطنية عملت على تحرير الفضل المغربي من العبودية ومن الاستغلال، لأن هذه الحركة الوطنية التي نحن امتداد لها، هذا المؤتمر لعب دور أساسي في إحيائها من جديد. إذن حزب الاستقلال بعد الانتهاء من مؤتمره 16 ومن بعد الديمقراطية التي عاشها وكانت الحمد لله تقوية حقيقية في الخارج بالنسبة لحزب الاستقلال وفي الداخل كذلك، وأصبح حزب الاستقلال يلعب دوره التاريخي داخل المنظومة السياسية إن على المستوى الدبلوماسي أي الدبلوماسية الحزبية أو على مستوى التنظيمات في مختلف الأقاليم. إذا سنة قضيناها من 23 سبتمبر إلى 23 سبتمبر سنة 2013، ونحن نشتغل أولا على ترتيب البيت الداخلي لحزب الاستقلال عن طريق الجولات، عن طريق اللقاءات، وعن طريق المؤتمرات الإقليمية والجهوية، وعن طريق العمل المشترك الذي نؤمن به جميعا. لأن الروابط فيما يخص الروابط مباشرة بعد ما انتهينا من التنظيم، والمجلس الوطني لحزب الاستقلال قرر منذ سنة أن سنة 2013 هي سنة التنظيم بامتياز. ماذا يريد حزب الاستقلال وقيادته من هذه الروابط؟ نريدها فاعلة داخل حزب الاستقلال في كل الأقاليم وفي كل الفروع وفي كل الجهات وعلى مستوى الوطن. نريدها بنكا للمعلومات، أن لما تناقش قضايا المهندس بكل فئاته، لا بد باش تكون دراسة مهيئة داخل كتاب سميه أبيض أو أحمر أو أخضر أو سميه كما تسميونه، ولكن يكون في متناول كل الاستقلاليات والاستقلاليين والشعب المغربي، لأنه كل شيء ما ينخرط معكم إذا كانت الروحية والرؤى واضحة بالنسبة للشعب المغربي، لأن التواصل هو شيء أساسي. لا يمكن أن نكتفي بجمع عام وكل يعود إلى حال سبيله، وكل واحد يعيش المشاكل في محيطه، سيكون عندنا واحد التضامن فيما بيننا. أننا نعتبر هذا الروابط فيهم واحد النفحة نقابية مطلبية تندافع عليها، ونفحة سياسية، وهنا تلتقي النقابي بالسياسي، وهنا تلتقي الكرامة ديالنا اللي هي فوق أي اعتبار. وحنا فاتح الميل الأخير رفعنا شعار جهاد الكرامة. جهاد الكرامة بالنسبة إلينا تحدي كبير من أجل إصلاح الأوضاع التي أفسدتها هذه الحكومة في كل المجالات. بغينا أفكاركم، بغينا المخ المغربي اللي مازال الحمد لله مازال طريق، مازال فتيل، مازال خصو يتحرك، خصو يخدم، خصو يعطيونا البدائل. حنا في القيادة مستعدين باش نسلطو لكم، مستعدين نحضروا معكم ندوات في كل الجهات، وتكون ندوات اللي تعطينا توصيات مهمة باش نقدو بلادنا. وكل الأوطان في العالم راه شعوبها هي اللي نقدتها، وخصوصا المهندس اللي تيلعب واحد الدور أساسي. إذا الأخوات والإخوة، ما يمكن لي إلا نشكر الإخوة أعضاء المكتب الوطني السابق بجميعهم على العمل اللي قاموا به. أتمنى أن المسؤولين الجدد اللي غيتحملوا المسؤولية عن طريق الديمقراطية الداخلية وعن طريق لابد تمثيلية كل جهات الحاضرة معنا هنا، باش الجهات تكون ممتلة وتكون مكاتب جهوية ومكاتب إقليمية إن شاء الله، وتكون فاعلة. نتمنى التوفيق كذلك للمكتب الجديد اللي تنتمناه، كما تنقول أنا دائما واحد جوج المثلث ديال جدودنا ودائما تنآمن بهم، سيكون زنبيل وقنديل ومنديل، ما يتقلق، ما يطلع له الدم، ما يقولوا اللي قالوا، ولكن يكون مؤمن بما يقوم به لأنه لصالح الوطن، وأنه مقتنع بالعمل اللي تقوم به باش يمكن ينجح في المهام ديالو. وهنا فين تنقولوا ما يدي غير كريم او زعيم او مرضي الوالدين، لا لقينا مع شي واحد ماشي مرضي الوالدين، وشي واحد ماشي فيه الكرم، وشي واحد ما فيهش الزعم. الزعم خاصها تكون، خصنا نكونوا هذا المستوى باش يمكننا نوصلوا للمبتغى ديالنا داخل الرابطه الاستقلاليين وداخل كذلك النقابه الوطنيه للمهندسين
لأنها لعبت واحد الدور أساسي بالإجماع ديال المهندسين على مستوى الوطني. قيادة حزب الاستقلال لا بد ما تبقى إلى جانبكم دفاع كل مطالب العادلة طبيعة الحال، لأنه الضريبة اللي تفرضت عليكم أساسا اللي كان عندنا موقف منها والسجان تا هو كان عنده موقف، ولكن مع كامل الأسف واللي هي على ثلاث سنوات تنظن هذه الحكومة غترفعها بعد ثلاث سنوات، ولكن اليوم تنسألوا فينا هي الضريبة فلوسنا فين مشات اللي تخطط. هذا هو المهم، كانت خصها تمشي لهذا صندوق المقاصة. إذا عندنا أوراش كبرى تخصكم تشاركونا فيها، صندوق التقاعد راه مشكل، التقاعد اليوم في نظر الحكومة راك تبعتوا أننا قاطعنا الحوار الأخير مع رئيس الحكومة كنقابات، علاش؟ لأنه وجد ثلاثة المرتكزات، علاش بنا الإصلاح ديالك؟ بين قوسين الإصلاح ديالك، ولكن حنا بالنسبة لنا إفساد. أولا نزيد في لوطو دو بارتيسيباسيون بالنسبة للمشاركة، ثانيا نزيد في سنوات التقاعد مشي 65 وينقص من التعويض، وطبيعي تبنى على الأجرة الأخيرة يتبنى على 10 سنوات. هذا هو الكشف عند السي بن زيدان، لا يزيد ما عمره ينقص بشي حاجه هي لصالح الشعب، ولهذا حنا خصكم تعطيونا رايكم لانها تكون كارثه. دابا كل واحد فيكم هنا قرب التقاعد راه عنده حسابه كيفاش غيخلص الدين، كيفاش غادي يقري وليداته واحد الاجره فرضوا هي 12000 درهم غادي يصبح 6000 او 7000 درهم، يعني خطر زعمي قريب هادشي. دابا هاد السنة وهادشي اللي جاي ماشي عطينا نناقشو ونعطيو رأينا، لا عيطنا من أجل إبلاغنا. هذا باش نقول لكم أن الحوار الاجتماعي سنتين عمره ما كان، لأن رئيس الحكومة مازال تيخرج مع نقابته فاتح ماي حاز حتى هو عاود داك البونكارت ديال الحرية النقابية، عمرها ما كانت في تاريخ المغرب نهائي. الرجل مازال ما ترفع أو وصل لواحد المستوى ديال رجل دولة، رجل مازال رجل دعوي. ولهذا حنا اللي بغينا منكم تكونوا فاعلين داخل حزب الاستقلال، فاعلين داخل النقابة الوطنية ديالكم ديال المهندسين، تكونوا أساسيين في العمل السياسي المغربي. وغادي نختم المداخلة ديالي بعد ما نتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا الجمع العام المبارك اللي غادي يعطينا واحد النخبة إن شاء الله جديد أو الدم الجديد اللي غادي يكون عنده الحرص على تلبية مطالبكم ومطالب الشعب المغربي، بقوله تعالى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم.